أما هذا السؤال، هل صح عن أبي هريرة أنه كان يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة؟ فقيل له: ما لك تكثر؟ فقال: أسبح على قدر ذنوبي. هذا الأثر ذكره بعض الشراح كابن رجب رحمه الله، ولم يصححه ولم يضعفه. ثم إن لفظه على قدر ديتي، لأن الدية آنذاك تساوي 12,000 درهما. ثم مع هذا كله ليس هناك دليل على تحديد هذا العدد منه رضي الله عنه، لأنه ورد عنه عند أبي نعيم في الحلية أنه كان يسبح 2,000 تسبيحة.